وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية مسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان وجوب الصبر وفضله وما لأهله عند الله من الأجر العظيم، وقد سبق من الآيات ما يدل على عظم شأن الصبر، كما قال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذا أن امرأة كانت عند قبر تبكي على صبي لها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. يعني أساءت الأدب بشدة المصيبة التي أصابتها ولم تعرف الذي أمرها بالتقوى والصبر. فلما أخبرت جاءت إلى بيته صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنها لم تعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر الذي له الفضل والأجر عندما تقع المصيبة، أما بعد مدة فالإنسان يسلو كما يسلو غيره. بعد طول المدة يسلو الإنسان، ما يكون له فضل الصبر، إنما هو عند الصبر عند الصدمة الأولى عندما تقع المصيبة، الموت والمرض ونحوه. فالواجب بدرب الصبر والاحتساب، وذلك بأن يكف لسانه عما لا ينبغي وجوارحها ما لا ينبغي، هذا الصبر، وقلبه يكون مسلما لله راضيا محتسبا لا جزعا، هذا الصبر، طمأنينة القلب وعدم جزعه، وكف اللسان عما لا ينبغي وكف الجوارح عما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند مصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند مصيبة. والمقصود أن واجب الصبر والاحتساب وكف اللسان عما لا ينبغي والجوارح عما لا ينبغي، يعلم لسانه ما أصابه إلا ما قدر له، كل مصيبة بطأ في علم الله أنها تقع. ولهذا يقول جل وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالأصائب مقدرة وقد مضى بها علم الله وتقديره. فعليك الصبر والاحتساب وعدم الجزع، وسؤال الله أن يمنحك الصبر وأن يعوض خيرا مما أخذ منك وأن يضاعف لك الأجر، هكذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجر لي في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أخرجه مسلم في الصحيح. فالمؤمن هكذا يكون صبور عند الباء، شكور عند الرخاء. وبهذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. هذا جزاء المؤمن، صبر واحتسب صفيه يعني محبوبة من أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو نحو ذلك، إذا احتسب فالله جازي على ذلك بالجنة والكرامة، وإن جزع فليس له إلا الجزع، ليس له إلا الغضب، ما ينفعه الجزع، الجزع لا يرد فائت، الميت لا يرد والواقع لا يرد،
الجزاء لا يأتي بالفائت ولا يرد المصيبة، ولكن يأتي بالوزر والإثم. كذلك حديث الطاعون جاء في حديث طاعون رج من عذاب، عذاب شديد خطير إذا وقع في البلد في الغالب أنه يموت الكثير من أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم إنه رج أصابه من كان قبلنا، ثم أن وقع في بلده الطاعون فصبر واحتسب يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كان له أجر شهيد أصيب. فالمقصود أن المؤمن ما أصابه من طاعون وغيره شهادة له كالشهادة في سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، إذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. إذا وقع وأنت في البلد تصبر وتحتسب ولا تخرج فرارا منه، أما إذا سمع به في بلد النزل فلا يقدموا عليه، كما أوصى النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس إذا دخل المسجد وراء الإمام في حالة الركوع يقول إن الله مع الصابرين. لا ما لا ما لا أصل هذا، ما لا أصل، ما يستحب هذا، ما أعرف لهذا أصل أقوم. لكن الإمام لا يعجل، لا سمع قراءة لعازم لا يعجل قليل، يمكن قليلا زيادة حتى يدرك الركوع. أحسن الله عليك. نعم. هو شخص أصيب بمصيبة فجزع، يتوب إلى الله، إذا جزع يتوب إلى الله، أحسن الله عليك، يتوب إلى الله ويستغفر والحمد لله. لكن إذا ذكر فصبر هل له أجر الصابر بعد ذلك؟ إذا تاب إلى الله نعم، محى الله عنها الإثم وأعطاه أجر الحمد لله. أحسن الله إليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبضت صفية من أهل الدنيا هل يدخل في ذلك الفرط يا شيخ؟ إيه، صفية محبوب، سواء فرط ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا غيره، ولا محبوب في الله. أفضل أنواع الصبر أحسن الله إليك. الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على المصائب. شيخنا يعني هذه المرأة التي كانت يعني تبكي عند القبر لماذا لم تؤدب ما دام هذا يعني اقترفت شيئا من نوع من تنكيس في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرف، ما دارت أنها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعرفه عليه الصلاة والسلام، وهذا أخوانها عند القبر، لعل هذا قبل النهي عن زيارة، قبل النهي عن زيارة قبل النساء، لعل هذا قبل، لأن استقرت السنة على منع النساء من زيارة القبور، وإنما الزيارة للرجال. الله يحسن إليك. نعم. لعمري لا بأس بها، مهي بحلف، مهي بحلف، مهي بحلف. طيب أحسن الله، قول الله عز وجل لعمرك إنهم في سكرة حلف لغة، من حيث اللغة هم من حيث الشرع، لعمرك إن هذا من حيث اللغة. لهذا جاء النبي الحلف بذلك وعن بعض الصحابة. أحسن الله إليكم شيخ، يعني قوله تعالى والخامسة عن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا ما سبب نزول هذه الآية؟ نعم. والخامسة عن لعنة الله أن غضب الله، أن غضب، نعم، إن كان من الصادقين. هذا في اللعنة.